الباب الحادي عشر أو الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي يحتوي على ثلاث فصول، يجب أن نفرق يعني هنا ما هي هذه الفصول. هذه الفصول بشكل عام هي تتضمن كافة القواعد العامة التي تحكم قضايا الإفلاس وفق القانون الأمريكي وتحكمها على المستوى الفيدرالي، ولكن بالإضافة إلى ذلك فأن هذه الفصول كذلك تتضمن الشروط الخاصة بتقديم الالتماس أو المساعدة أو غير ذلك عندما يلجأ أحد الأطراف إلى دعوة الإفلاس وفق القانون الأمريكي الفيدرالي. هذه القواعد تنظم كذلك شروط إعادة التنظيم، وهنا وبالعودة إلى نفس السؤال يمكن اللي سألته في البداية، يجب أن لا ننظر إلى القانون قوانين الإفلاس الحديثة الآن، ومن ضمنها طبعا ومن أهمها ما نناقشه اليوم قانون إعادة التنظيم والإفلاس البحريني، على أنه قانون إفلاس فقط. لا، الأساس في هذا القانون هو إعادة التنظيم. الأساس في هذا القانون أن هناك شركة، هذه الشركة أو مؤسسة أو غير ذلك تمر بظروف صعبة، تريد أن تحصل على حماية من الدائنين، تريد أن تحصل على فرصة لكي تعيد تنظيم يعني شؤونها المالية، تعيد هيكلة يعني الجهاز الفني والإداري وغير ذلك، لكي تستطيع في النهاية أن توفي بالتزاماتها إلى الدائنين. هذه الفكرة الأساسية من القانون، وبالتالي كان اسم القانون قانون إعادة التنظيم والإفلاس. إذا كان لدينا مصرف، هذا المصرف مسجل في دولة معينة ومرخص له وفق أنظمة هذه الدولة وفق نظام مصرفها المركزي وغير ذلك، وأجاز قانون تلك الدولة لهذا المصرف أن يقيم دعوة إعادة التنظيم والإفلاس، أو إذا كان لدينا شركة وهذه الشركة لديها فروع في دول أخرى وهي مسجلة في بعض الدول باعتبارها شركة وفق نظامهم، شركة تحمل جنسية هذه الدولة، يعني هناك الآن شركات، هناك فروع للشركات الأجنبية وهناك شركات تسجل أنفسها في دول مختلفة، يعني هذه الشركة موجودة ومسجلة وتعتبر شركة بالضبط متعددة الجنسيات. تستطيع هذه الشركة أن تختار في الدولة التي هي فيها أن تقيم هذه الدعوة، وهذا هو الفيصل في هذا النوع من الدعاوي، وليس أن تكون هناك شركة مثلا مسجلة في المملكة المتحدة وتقوم بدعوة إفلاس في مملكة البحرين، ببساطة شديدة يعني إذا أنا فهمت السؤال. الأمر الآخر وأعتقد أمر جدا مهم الإشارة إليه، وطبعا أكيد الإخوان يعني لديهم أيضا اطلاع كافي وبيضيفون أكيد إضافة إيجابية عليه، هو أن الشركات عندما تقوم بهذا النوع من الدعاوى، الأساس في الإقامة هذه الدعاوى هو أن الشركة تمر أصلا، يعني ما يجعل الشركة تتقدم بدعاوى إعادة التنظيم والإفلاس هو أن الشركة تمر يعني بضائقة مالية معينة، تمر بظروف معينة، تريد هذه الشركة أن تستمر، وتريد في هذه الفترة الزمنية أن تحصل على ما يوفر لها القانون من حماية وغير ذلك. هذا هو الأساس، وبالتالي الدول أو الشركات تنتقي، متعددة الجنسيات تنتقي الدول التي لها بالضبط تسجيل فيها بداية، ثم يكون لها تكون قوانين تلك الدول بالنسبة لها يعني تحقق لها الغاية الأساسية أصلا. وطبعا كما نعلم بأن المصارف والمؤسسات المالية أو غيرها من المؤسسات التي يرخص لها المصرف المركزي، هذه المؤسسات طبيعة عملها طبيعة خاصة، طبيعة مختلفة، وبالتالي سنجد بأن قانون المصرف المركزي أصلا قد نص على هذه المؤسسات وأنواعها وكيفية الترخيص لها. وأعتقد كذلك يعني بأن التعامل مع هذه المؤسسات إن كانت مالية أو مصرفية باعتبارها بنوك أو شركات أو غير ذلك يرخص لها من المصرف المركزي وفق قانون المصرف، مرتبط كذلك يعني وضع هذه المؤسسات مرتبط كذلك بكيف تريد الدولة ألف أو الدولة باء وغير ذلك، أتكلم عن البحرين وخارج البحرين، كيف تريد هذه الدولة مثلا أن تعزز فرص استثمارها، كيف تريد هذه الدولة أن تعزز كذلك من ملاءتها من تصنيفها الائتماني وغير ذلك. فنجد بأن الدول التي دائما تهدف إلى استقطاب الاستثمارات، إلى الإسهام في تعزيز البيئة الآمنة للمعاملات المصرفية وغيرها، دائما تجد بأن قوانينها متطورة، دائما تجد بأن قوانينها تعطي نوع من الحماية من التنظيم وغير ذلك. وأعتقد هذا ما جعل البحرين من الدول الرائدة في مجال الخدمات المصرفية، في مجال الخدمات المالية، لأن لدينا الحمد لله قانون للمصرف المركزي متطور، ولدينا كذلك قرارات تخرج من المصرف المركزي تنظيمية وإجراءات كذلك تعمل يعني أو يعني يكون لها يعني خلينا نقول سمة إيجابية في استقطاب
هذه البنوك العالمية في البحرين وهذه الاستثمارات. معظم الأعمال الموجودة في البحرين والأعمال الناجحة التي نراها اليوم هي أعمال تقوم بها صراحة مؤسسات متوسطة وصغيرة، سواء كانت أعمال حرفية أو تقنية أو أعمال احترافية يعني قانونية أو تجارية أو غير ذلك. هي أمانة أعمال، وهي أعتقد هي العمود الأساسي للاقتصاد الوطني، لأنها هي الأكبر، هي أكبر شريحة، وهي أكثر شريحة تتداول في السوق الآن كعدد، وأعتقد في مجموعها كذلك كرقم يعني كعائد، أيضا كعائد يسهم في الاقتصاد الوطني. ضرورة دعمها ورعايتها سنجدها في هذا القانون، سنجدها كذلك في القوانين الأخرى مثل يعني قانون هيئة سوق العمل وصندوق العمل والقوانين الأخرى أيضا التي يجب كذلك أن نتحدث عن بأنها مترابطة في دعم هذه المؤسسات. يجب كذلك أن نحرص جميعا أن لا يكون هذا القانون باب أو منفذ أو آلية لكي يستخدم من قبل من لديه نية سيئة، فإن يستخدم هذا القانون لشيء آخر يخالف هذا القانون الإضرار بالدائنين. وأعتقد بأن هنا يقع دور الآليات الضامنة الموجودة في القانون، وأكيد يقع دور المحامين الذين يجب عليهم أن يكونون حذرين، وطبعا والمنظومة الأخرى من ضمنها أكيد ومن أهم أمين تفليسه.